اهلا وسهلا بحضراتكم. من الامور الايجابيه المهمه للغايه الحقيقه اللي بيحصل في قطاع السياحه وزياده في حركه السياحه الى مصر واللي حصلت خلال الفتره السابقه واللي سجلت ارقام غير مسبوقه وفق هيئه تنشيط السياحه، لانه طبعا النصف الاول من هذا العام سجل رقم قياسي حسب ارقام السياحه الدوليه الوافده الى مصر، وبناء عليه قالت هيئه تنشيط السياحه ان هذا بينبئ ان نصل في هذا العام الى عام قياسي عن كل الاعوام في تاريخ السياحه المصريه، وان نسب الزياده السنويه تعدت ال 35% عن العام الماضي. كمان وكاله فيتش الامريكيه قالت في تقرير ليها وتوقعت ان تستمر حاله الانتعاش اللي بيشهده قطاع السياحه في مصر منذ انتهاء عمليه الاغلاق بسبب جائحه كورونا، وتوقعت ايضا استمرار تدفق الوفود السياحيه في عام 2023 لمستويات اعلى من عام 2019، وايضا زياده السياح الوافدين الى 15.2 مليون وافد في عام 2023 لحد 2027، وزياده عائدات السياحه الدوليه الى 17.4 مليار دولار في عام 2027. طيب الناس بتسال وكلنا بنسال ايه اسباب ازدهار حركه السياحه وايه المتوقع يحصل خلال الفتره اللي جايه. خلونا نتكلم مع دكتور حسام هزاع الخبير السياحي عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقه بهذه الزياده. اهلا بك يا دكتور ومنورنا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. اهلا. الحقيقه طبعا الفتره الماضيه بعد انتهاء جائحة كورونا كان في حملات إعلامية كبيرة عن مصر وفي صورة إيجابية كانت اتنقلت خلال فترة كورونا نتيجة الإجراءات الاحترازية وتطعيم العاملين في قطاع السياحة في قطاع الطيران، فكانت الوفود السياحية والدول المستثمرة للسياح لمصر بتجيب السياح بتاعتها وترجع تاني نقلة صورة إيجابية ومفيش أي إصابات من كورونا. ابتدت العالم كله والبورصات العالمية للسياحة تفتح أبوابها لحضور البورصات الدولية، ما بقتش أونلاين أو أغلقت خالص زي أيام كورونا. فابتدينا نسافر، وطبعا مصر تاخد أجنحة في بورصة لندن مثلا من كبرى بورصات السياحة الدولية في 2022، وكذلك بورصة دبي، وكان في طبعا من البورصات الكبيرة في 2023 وحضرناها بورصة برلين أكبر بورصة سياحة في العالم، وكذلك بورصة اللي هي فيتور في أسبانيا، وبعد كده في عدد من البورصات يعني السياحية الدولية دي بيتم فيها التقابل مع الأونرز بتوع شركات السياحة العالمية والويب سايت العالمية وفي نفس الوقت الوكلاء بتوعنا في الخارج كقطاع سياحي ورجال الاعمال والمستثمرين، وطبعا هيئه تنشيط السياحه وزاره السياحه كانت عامله المعارض الدوليه بتاعتنا والاجنحه على اعلى مستوى، وكان المنظمات السياحه العالميه بتشيد بيها، بالاضافه الى الاحداث اللي تمت والايفنتس مثلا زي متحف الحضارات لما تم افتتاحه طريق الكباش، كوب 27 بتاع المناخ في 22، والصوره الايجابيه اللي اتنقلت وتسليط الاضواء على مصر، وبعدين المواقع العالمية والديلي ميل والديلي نيوز والمش يعني كله أشاد مصر كوجهة سياحية في 22-23. ف 23 في 22 وصلت الأعداد يعني في 21 طبعا عشان كورونا كان حوالي 4 مليون و 300 ألف سايح، في 22 وصل 10 دلوقتي بنتكلم عن 15 مليون 10 مليون و 700 ألف في 22، دلوقتي وصل في النص الأول من 23 7 مليون سايح. فاحنا متوقعين ان شاء الله بنهايه العام لو استمرت بنفس الوتيره يبقى عندنا 15 مليون سايح، والطاقه الاستيعابيه بتاعه الفنادق بتاعتنا بتعمل كده، وفي نفس الوقت الطرق والبنيه الاساسيه والمطارات اللي تم توسعتها بشكل كبير بالاضافه الى التامين والامان في المطارات وسهوله الحصول على التاشيره اونلاين، بالاضافه الى التسهيلات اللي منحت للسياح والطيران الشارتر اللي بينزل مطارات المحافظات وكمان مطار السينك في القاهره، فمتوقع العدد يصل الى 15 او 16 مليون سائح السنه دي، ده هيبقى رقم قياسي لم تتوصل اليه مصر قبل كده، لان كان اخر رقم في استعداد السياح كان في 2010 14 مليون ونص، لكن في 2019 كان 13 مليون، بس الانكم في 2019 كان ازيد من 2010، يعني الانكم كان 13 مليار و 600 مليون دولار، فده رقم غير متوسط انفاق السائح اليومي بيزيد كتير.
فاحنا عندنا كافة أنواع السياحات اللي موجودة، زي سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية والسياحة الدينية، عائلة رحلة العائلة المقدسة، وسياحة بقى الغوص وسياحة البالون وسياحة اليخوت، ويعني في أنواع سياحات كثيرة، والسياحة الاستشفائية والسياحة العلاجية، فده كله، والسياحة البيئية وسياحة المهرجانات وسياحة المؤتمرات، كل ده طيب، بيصب في صالح. ده جميل جدا دكتور حسام. احنا عاوزين نتكلم شويه عن طبيعه السائح اللي بيزور مصر في خلال الفتره الاخيره. ايه ابرز الدول اللي بيجي منها سياحه الى مصر، والفئات العمريه ومده الاقامه بتكون حوالي قد ايه؟ يعني اعتقد ان الامور دي هتكون مهمه علشان يكون عندنا دراسه مستفيضه لشكل وطبيعه السياح اللي بيزوروا مصر، عشان نقدر ان احنا نستقطب عدد اكبر خلال الفتره اللي جايه. الحقيقه طبعا احنا مصر علاقتها بكل الدول ممتازه. فطبعا السائح الروسي بيجي، بس كان الحرب الروسيه الاوكرانيه اثرت شويه، لكن مصر لم تتاثر، لان احنا وصلنا ل 13 مليون سائح في 2019 من غير السائح الروسي، يعني لان ما كانش بينزل مصر. احنا عندنا كل الاسواق بتنزل مصر بمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها. بمعنى احنا عندنا مثلا السائح الخليجي بينزل، والسعوديه نزل منها 1.5 مليون. عندنا السياح من امريكا الشماليه، وعندنا السياح من امريكا الجنوبيه، عندنا السياح لما فتحت الصين رجع الصينيين تاني ينزلوا، عندنا السياح من الهند، عندنا السياح من دول اوروبا الغربيه ودول اوروبا الشرقيه، عندنا السياح من شرق اسيا، عندنا السياح من كل حته، حتى من افريقيا. فاحنا عندنا التوجهات بقى، في ناس بتحب السياحه الثقافيه، لو جيت تبص تلاقي السياح من اوروبا الغربيه زي انجلترا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا الى اخره واسبانيا، السائح ده بينزل بيحب السياحه الاثار اكثر حاجه، وممكن ياخد 3 ايام او اسبوع معاهم بحيث يحضر سياحه شاطئيه وكده، ولكن بيبقى الهدف الاساسي عنده المنحوت والمعابد والاهرامات والحاجات دي كلها. في عندك السائح اللي هو بتاع اوروبا الشرقيه، اللي هو بيبقى جاي بقى من رومانيا وبولندا وبلغاريا وطاجكستان وكازاخستان الى اخره، ودول بجوار الاتحاد السوفيتي. السائح ده بيحب السياحه الشاطئيه اكثر، وبيقعد فترات تتراوح اسبوعين، وفي ناس بتبقى اكثر 3 اسابيع، ولكن هي الاغلبيه اسبوعين، وبيبقى كله على البيت والشاطئ. وفي نفس الوقت متوسط الفئات العمريه بنتكلم من 30 لغايه 60 سنه. خلاص؟ ده كلام مهم جدا. طيب، في نقطة برضو مهمة دكتور يعني عاوزين نتكلم فيها، وهي متعلقة بقدرة مصر على تحقيق المستهدف الأكبر، وهو الوصول ل 30 مليون سائح خلال أو لحد طبعا عام 2028. إزاي نقدر إن احنا نحقق هذا الهدف، ويعتبر الهدف الأكبر في مجال السياحة خلال هذه السنوات؟ لازم يبقى في طاقة فندقية استيعابية كبيرة بالإشراف على الدول الفندقية، مع تقديم أعلى خدمة. إحنا بنعمل ده طبعاً، تقديم خدمات ممتازة، لأن بيهمنا الريفيوز بتاع السائح. الدولة توفر، أولاً لازم تدي للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة، لأن هم بيضخوا أموال كثيرة واستثمارات، وعايزين يعملوا تيرن أوفر من الفلوس دي، وبيشغلوا عمالة كتير، وبيشغلوا كذا سلعه وكذا منتج مرتبط بالسياحه، وبيعمل عمليات تسويق وجذب سياحي. فدي نقطه مهمه، لازم تخلص الاجراءات كلها بالنسبه للمستثمر. من المستثمر المصري لازم يحصل على قروض، المستثمر الاجنبي بيجي بفلوسه من الخارج. صحيح. فده تسهيل الحصول على القروض، يبقى في شباك واحد او سايت واحد يقدر من خلاله يخلص كافه الاجراءات والجهات بقى، يعني لان بيبقى في كذا وزاره، لو هو عايز يبني فندق مثلا وزاره البيئه وزاره السياحه ووزاره مثلا الاسكان والتنميه السياحيه، ممكن برضو حاجات تخص الامن الجيش، الحاجات دي كلها، فلازم يبقى في سهوله في المواضيع دي. احنا عندنا دلوقتي من 210 ل 250 غرفه فندقيه عشان نحقق 30 مليون سائح. احنا عايزين 500 الف غرفه تكون جاهزه لاستقبال هذا العدد من السياح. اولا، ثانيا عايزين وسائل نقل، وسائل النقل بتتمثل في القطاع الخاص، في الاكتيفيتات السياحيه التي يستطيع يعني يحصل عليها القطاع الخاص. الاكتيفيتات السياحيه طبعا دلوقتي بقى ثمن الاتوبيس المرسيدس عالي، فلازم يبقى في تسهيل في القروض، يعني الاول كان
مع انخفاض قيمه الجنيه الاتوبيس بقى بحوالي 8 مليون جنيه او 8 مليون جنيه ونص، فده رقم. ولكن انت عشان تغطي عدد السياح ده ما انت لازم يبقى عندك وسائل نقل سياحيه وسهوله الحصول على اتوبيسات بقى والتويوتا الهاي اس مثلا والفوستر الى اخره. لازم تتوفر كافه وسائل النقل دي. الاهم من كده برضو الاستثمار في مجال الطيران الخاص والطيران الشاطر، سواء بايجار طيارات او شراء طيارات. لازم يكون في شركات كثيره جدا والاوبن سكاي السماء المفتوحه. لان احنا مصر وموقعها الجغرافي كل الدول اللي حواليها بالحدود ما ينفعش انها تدخل سياحه بريه طبعا، وفي بعض الدول فيها بعض المشاكل بقى سواء ليبيا او السودان او 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 انت الوسيله الوحيده ليك حتى من البحر الابيض المتوسط، لو هنقول سياحه اليخوت او سياحه اليوم الواحد بتاعه المراكب الضخمه اللي بتيجي، فده بيبقى يوم واحد. لكن انت ما فيش قدامك غير الطيران الشارتر والطيران المنتظم. الطيران المنتظم تكاليفه بتبقى عاليه جدا، بيفرق بيزيد 40 50% عن ثمن تذكره الطيران الشارتر، لان الطيران الشارتر برضه بتبقى شنطه وزن واحد، ما فيش وقت استداء، المسافه بيننا وبين اوروبا حوالي من 4.5 ل 5 ساعات. فبتيجي الطيارات من الشركات الاجنبيه المؤجره بجروبات معينه، ممكن تصل عدد الرحلات الى 200 رحله في الاسبوع واكثر على حسب المحافظات اللي بتنزل فيها طيران الشارتر. وبقى عندنا في مطار ممفيس في القاهره وفي مطار ثاني بتاع في العاصمه الاداريه، احنا يهمنا كل المطارات المحافظات. نقدر نقول ان الدوله المصريه اصبحت مؤهله بشكل كامل، وربما بعض الخطوات البسيطه اللي تقدر تقودنا الى تحقيق هذا الهدف. دكتور حسام عزاع الخبير السياحي، احنا بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا يا فندم لحضرتك، متشكر قوي، وربنا يوفقك. وان شاء الله احنا كل ما كبرنا الطاقه الاستيعابيه في الفنادق والطيران هنصل الى الاعداد باذن الله. اكيد باذن الله. بشكرك مره ثانيه. شكر موصول للساده المشاهدين على حسن المتابعه. دي كانت كل التفاصيل المتعلقه بالنجاح الكبير حقيقه اللي حققته مصر في مجال السياحه، وبنتمنى مزيد من النجاحات خلال السنوات القليله المقبله. واشكركم والى اللقاء.